أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن مصر تثبت أنها عماد سلام والقادرة على نزع فتيل العنف. وأضاف غوتيريش أن وقف إطلاق النار يعد جزءا لا يتجزأ وأساسي، وذلك للعمليات الإنسانية، مشيرا إلى أنه سيقوم بتفعيل هذه المبادرة الإنسانية من مصر. إن مصر تثبت لنا لمرار وتكرار أنها هي عماد السلام، وهي المسؤولة بل وهي الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف. وكلما زادت الحروب أو امتدت فترة الحرب، كلما زادت العنف وزادت الخسائر الإنسانية. إن وقف إطلاق النار هو جزء لا يتجزأ وأساسي، وذلك للأعمال الإنسانية، وأنا سوف نقوم بتفعيل هذه المبادرة الإنسانية من الآن وبداية من مصر. ولا يجب أن ننسى أننا نحتاج إلى وصول إلى الحل الدائم والعادل، وكما أشير من قبل لا يمكن الوصول إلى حل وذلك دون خلق دولة فلسطينية حرة إلى جانب دولة إسرائيل تتمتع كل دولة وذلك بالأمن والأمان.